وهذا القرآن الكريم نزله الله حجة على الثقلين الإنس والجن، فالجن لما سمعوه لأول وهلة انقادوا له واستجابوا، ولذلك قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال تعالى في مجيء جن نصيبين أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بمجرد سماعه مرة واحدة وصفوه فقالوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكذلك تأثيره البالغ على الإنس أيضا، فكان كثير من الأعراب إذا سمعوه تتغير أحوالهم من بداوتهم وجلافتهم إلى حضارتهم ورقتهم وبكائهم وخشوعهم. وكذلك كان أهل الكتاب من قبلنا كما قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ثبت أن راهبا كان في دير في الليل يتعبد، فمر حوله رجل من أهل اليمن على راحلته يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه الراهب، فلما قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نزل الراهب مسرعا يضع يده على وجهه يخاف أن يقلب وجهه إلى قفاه، فأسرع وأسلم وحسن إسلامه. هذا القرآن تأثيره بالغ على الحيوانات والجمادات كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، معناه لكان هذا القرآن